السلام عليكم. شو بيزيد كي العاده معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير حقيقه، قناه اللي تكشف حقائق، اللي تجيب حقائق لهذا الجيل اللي فات ما بغاش يكشفها. حقائق للجيل اللي فات ما بغاش يكشفها، لحد الان ساكتين ويقول لك حنا ظلمونا. غادي نضربك في الحصه هذه، ماذا بيا تبارطاجو، ديرونا لي جيم واعطونا لي كومونتير تاعكم، خاطر هادو حقائق خاصة على كيسموها خط المشرف اللي طردوه من الفريق الوطني الجزائري. وين هي لي زاني 82؟ جابوا سقسوا والديكم وكلش، جابوا الهوندات، لوطو هوندا، داروا مسابقة في الإذاعة الرسمية، داروا مسابقة، وكانت هذه خدت المشرف على الفريق الوطني، كانت هي المشرفة على المسابقة، باش نبينوا لك انتيا باللي من البكري تاع أموال، من البكري تحوسوا انتوما الأولى، انتوما تدوا من الجزائر. هما على بالنا في المسابقة انتي خرجتي الأولى، ودي انتيا المشرفة على المسابقة. واحد كيكون هو منظم المسابقة، كون منظم مسابقة، أنا كي نربح أنا ينظمها للناس باش يربحوا. أما لا، هي ربحت، خرجت هي الأولى، دات هوندا، خرجت هي برك جزائر كاملة، دات هي برك هوندا، وهي مشرفة على الأخرى. يعني هنايا باينة الرشام حميدة واللاعب حميدة، لي يدي حميدة ولي يجي يدي حميدة، ومن بعد يجي غير حميدة، الأسماوات غير حميدة برك، غير هما باغيين، غير هما. لا تستقيل، قلت الأخي لا تستقيل، قعدت تدي دراهم كيما انت ديتي لوطو. يعني الجزائر هذه حسبتوها باللي تاعكم، وانتوما ما دافعتوش عليها دقيقه، ما دافعتوش عليها دقيقه، والدم تاع فاميلتكم كون بقاو نحوسوا مكاش دم ساير من اجل الجزائر، ما عندكمش دم ساير من اجل الجزائر، قطره تاع دم شي ساير على اجل الجزائر. هيا وجود تضربوا، وجود تبغوا انتوما تشارعوا الناس، تبغوا تدخلوا الغشي الحبس، تبغوا تدخلوا معكاش، حاسبيننا احنا، حاسبيننا براويه على الجزائر، حنايا تشوفوا فينا براويه على الجزائر. اما لا نهدر تنموت انا، حاجه اللي غادي تطيق عليا الموت برك، هي اللي تطيق عليا تقتلني، ربي يديني برك، الله يجعل ربي يدينا وما نقابلوكمش انتوما. حنا دروك جينا، سمحوا لنا ندخلوا في الموضوع تاعنا. ماجر طرد، بصح انا ماجر طرد، حنا نتكلموا على ماجر طرد، بصح شنا القنوات كيفاش راهي دير في لابريسيون، تدير في الاشاعات، وهي متناسيه. زاتشي اللي دار خطه، راهم كاينين راهم يلعبوا في اسبانيا واحد الالعاب مع تاعش تاع اللي خسرت ليكيب ناسيونال تاع لي جان تاع اي 19، خسروا بربعه وقيلة ولا بخمسه، صح. على بالكم بلي الخطه اللي دارها زاتشي، نعطيها لخوتي، الخطه اللي دارها زاتشي بالعاني، قاعد يدير تربص تاع ايفنتيا، ولا معرفت ايفاندو ولا ايفنتيا، تاع ايفنتيا بالعاني 7 اشهر، وهو زاتشي يدير في تربص اللعابه تاع ايفنتيا، صح. نبقى سيمانه باش يروحوا يلعبوا، واش تيديروا؟ لعبوها باللي غلطوا، ضرب باش يجيبوا الجوار يدوهم، مين يجيبوا؟ مين غادي يجيبوا؟ راحوا ديرك البارادو، جابوا 14 جوار داو، وجابوا شويه من شويه من وداوهم، وراحوا 5 ولا 6 وقيله من لي زيكيب، غير من فما كيف فما كيف فما تاع صحابهم، الو جيب صاحبك 15 جوار اللي راحوا، راهم يلعبوا في اسبانيا كاع من البارادو تاع اي 19، كاع من البارادو. على بالكم شحال يخلص عليهم في النهار؟ على بالكم شحال يخلص عليهم في النهار ولا ما بالكمش؟ خاطر علاه؟ شت انايا البارح رفيق واحد وقلت لكم بلي راه يدير في الضغوطات باش يدير صاحبه سعدان كمدرب سايك راه فرحان، ودروك نعس هذا رفيق واحد، نعسه لازم يتكلم وينتقد، لازم يتكلم وينتقد الاتحاديه، وينتقد زاتشي وينتقد، خاطر علاه؟ هو كان يدير في ضغوطات، راني عارف عليه، كاين واحد الضغوطات يديروهم، يا يدوا الدراهم يا يديروا لهم صحابهم اللي يخدموا بهم، يديروا صحابهم باش يخدموا بهم في الاتحاديه. لاباط هو قاعد من برا، بصح راه داير صاحبه اللي يخدم به، يدخل به الدراهم، هذه هي، يديروا ضغوطات
كيما مضمر مي كان يتكلم دار دغون عيطوا له الوضع هاك هاك الرابطه. من بعد نتكلموا على الرابطه المشاكل اللي صراو بين مضمر وعمر بهلول وزاتشي. من بعد نتكلموا غادي بدات عوجه غادي مثلا حاجه تعويج 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 غادي تعويج كاع ما غاديش توصل. نعاود نولوا على زاتشي الخطه اللي دارها بالعاني خطه محكمه لعبها يدير في التربص 7 أشهر هو جايب من قسنطينه جايب من العنابه جايب من الصاورات جايب من الوهران جايب لعابه مساكين 7 أشهر ويدير لهم في التربصات. مين وصلت بقات سيمانه قال لك غلطنا اي غلطنا بنجيبو بالخف اللي جوار قال لي راهم فوكونس ومننا اي راه تجيب من بارادو بالخف اي بارادو حط 15 جوار من بارادو مساكين 15 لعاب من بارادو. هو اللي ما تكلموش عليها هذا الصحافه هذو مي طايحين على ماتش. انا راني مع ماتر انا دروك راني مع ماتر انا ما نبغيش الحكره انا راني مع ماتر اي انا دروك راني مع ماتر اللي بيضحك عليا علاه راني مع ماتر بصح قولوا علاه راني مع ماتر علاه راني مع ماتر. زاتشي قعد انا كنت خليته ماتر مي خليته زاتشي خلو ماتر انا كنت نضرب في كاع يروحوا انا ماذا بيا كاع يروح ماتر انا ماتر انا مانيش علاه نقول بلي راني معاه خاص تسكتي قاعد انا كي قاعد تسكتي انا وين راهم النقاط اللي عندنا نقاط انا كي قاعد تسكتي صايب ما ساح خلو ماتر. زاتشي راحوا جابوا سعدين التصريحات تاعو تاع قال لهم في 86 انا مشي انا هو مدرب قال مشي انا حكمت. نعاود نولو كي تكلمت على سعدين وتكلمت نعاود نولي الجيل تاع 82 الجيل تاع 82 يا الجزائريين سمعوا معايا هذه بالك كاع مكاش اللي على بالو بها على بالو بها هذاك مخلوفي وعلى بالو بها خالف وعلى بالو بها اللي كانوا في ذاك الوقت في 82 كانوا في رحبه ستاف تكنيك وبعض المسائل اللي كانوا في رحبه على بالكم باللي باعوا الماتش قيل النمسا واه باعوا الماتش حنا وين الفريق اللي خسرنا مع 2-3-2 شكون النمسا ولا لوتريتش لوتريش وقيل والله ماني عاقل. المهم الماتش اللي خسرنا فيه تاع الدوزيام ماتش اللي خسرنا 3-2 كنا رابحين 2-0 دوزيام ايتو خسرنا 3-2 نقولكم علاه وهذو اللعابه على بالهم بها نقولكم علاه الاديداس هي اللي شرات الماتش على المسائل تاع كرة القدم في ذاك الوقت 82 هي اللي شرات الماتش على المسائل اديداس شركة الاديداس هي اللي شرات الماتش على المسائل تاع الرياضة في ذاك الوقت واللعابة على بالهم تخلوا عليهم الوازن دخلوا عليهم في ذاك الوقت تخلوا عليهم مسائل قالوا لهم بيعوا الماتش وباعوا ذا ما كانش نورمالمون يقول لهم لا احنا نلعبوا ما نبيعوش اللي با يسرى يسرى لا ها بيع قالوا نعطوكم تلفزيون مليون وبيعوا تلفزيون مليون ذاك الوقت مليون بلاص مليار وذاك الوقت شكون اللي كان عنده تلفزيون تاع ميتشو تلفزيون هاكا ميتشو تلفزيون 82 راس كي دور اما لا ذاك الوقت باعوا الماتش في ذاك الوقت باعوا الماتش هذه المعلومه اللي انا نعطيكم معلومه رانا نطردقوا فيها قال لك التاريخ يكشف نفسه رانا نطردقوا فيها ويجي النهار الصحافه يتكلموها ويجي النهار هذا كويسي هذا الجماعه هذو لهم يدوروا يهضروها ان شاء الله بربي وكريم ماروك مسكين الحرق في حقروه ولي حقره راه كبير وخليه بينو بين ربي مع الفريق تاع مع الفريق الفرنسي مع سانتيتيا كلش هذا السيد هذا سانتيتيا ومن فماك خافوا لي يضربوا هنا الجزائر 82 خاطش عليه على نقول لكم 2014 ربحنا جينا من كوب دي موند لقينا الشعب في رمضان الشعب خرج مع الصباح الهول صغار يتمنى منا تحيه الجزائر صح 82 وين نزلتوا اللي كان يسكن في تونس من اسبانيا عطاها لتونس ديريكت خاطش عليه كان خادمها مع سانتيتيا باش كريم ماروك ما يلعبش وكريم ماروك في ذاك الوقت قال لهم خلي كلش 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 مبلع مسكين خدمها مع الطبيب تاع ليكيب ناسيونال مع الطبيب تاع سانتيتيا وقيل مع سان وباش ما يلعبش وما لعبش كوب دي موند ما لعبش كوب دي موند حرقه من اجل السمعه تاعو في سانتيتيا من اجل السمعه تاعو في سانتيتيا كيما نهار اللي ولا يعاير في غلام قال لهم غلام ماشي ديسيبليني هذاك اللي يقول لهم بلي انا سانتيتيا علاه من اجل السمعه تاعه الراجل تحيه السعيد عمارة بر الراجل تحيه السعيد عمارة
ما انا شو الناس كيفاش من بكري يخدعوا فيها تاع اللي قال الماجر باسم الجبهه تولي الفريق الوطني، باسم الجبهه تولي الفريق الوطني. اما لا شوف اليوم وين وصلونا هاد الناس، هادو وين وصلونا، راك تشوف اليوم وين وصلونا، يبغوا الاسماوات تاعهم وين وصلونا. شو الاخبار كي دايرين نجيبهم لكم؟ لازم تعرفوا هاد الصوالح، لازم تعرفوا على هذا الجيل وعلى ذاك الجيل اللي كان حاكم مسائل تاع كره تاع الرياضه في ذاك الوقت. كيفاش باعوا الجزائر بطريقه غير مباشره، باعوا الاديداس. اديداس جات من قصه معنا، اديداس اي بيع لها الماتش، خاطر على الاديداس كانت مقاديه مع الالمان، ولازم الالمان تفوت، ولازم توصل. شو كيما هاد الامور. اما لا تكلمنا بزاف على هاد الامور. يا زتشي انت اللي تروح، يا زتشي برحمه الوالدين انت اللي تروح، ما جراح تا روح تتبعه. ما خصناش تقولوا لنا بلي بنجيبوا اونترينر بنروحوا نجيبوا اونترينر، ما خصناش هاد الصوالح. برحمه الوالدين من بعد نزيدو نكملوا لكم على الامور، واحد الامور فاني نزيدو نتكلموا عليهم، حنا كل خطره نجيبوا لكم اخبار. اما لا من بعد نزيدو نجيبوا لكم امور ان شاء الله بربي. صحيتو وربي يحفظكم.